السلام عليكم طلابي الأعزاء، وياكم كلاس الباور سيستم مرحلة ثالثة، طلاب قسم الهندسة الكهروميكانيكية. محاضرتنا اليوم هي عن تاج ان اوفر هيد لاينز، وياكم مدرسة المادة دكتورة سمر جعفر اسماعيل. تاج ان اوفر هيد لاينز، راح نتحدث اليوم بالمحاضرة عن كيفية ربط الكوندكترز على الأعمدة، وما هو مقدار الشد اللي لازم يكون على أطراف السلك عند ربطه بالسبورت بالأعمدة، إيش قد لازم يكون. ف while an electing an overhead line it is very important that conductors are under safe tension. لما نعلق الأوفرهيد لاين من المهم جدا أنه تكون الكوندكترز تحت شد آمن، يعني مقدار الشد هذا يكون آمن. If the conductors are too much stretched between supports and a bit too safe conductor material، إذا إحنا حاولنا أنه نمد الواير بشكل مستقيم من أجل أن نحافظ على الماتيريال أو نسوي سيفينج بالماتيريال، فهذا الشيء طبعا مو صحيح. ليش؟ لأن the stress in the conductor may reach unsafe value. مقدار الشد اللي راح يصير بهاي النقاط راح يكون جدا عالي، and in certain cases وفي حالات معينة أكيد راح يؤدي إلى breakdown to نتيجة excessive tension. فإذا ما المفروض إحنا الكوندكتر stretch too much، لازم يكون أكو في safe tension. In order to permit safe tension in the conductors, they are not fully stretched. لازم تكون جدا مشدودة but allowed to have dip and sag. يعني بدل هذا الشكل احنا نقدر نقول انه ممكن يكونون بهذا الشكل. يكون عندي شوية sag and dip، يعني بعمق معين. نقدر نوصل إلى تعريف للساق اللي هو the difference in level between points of support and the lowest point on the conductor is called a sag. نقدر نوصل إلى تعريف للساق. أوطأ نقطة مثل ما تشوفون ما بالسلك هي هذه أوطأ نقطة، وما بين العمود نقطة ارتباط العمود مع السلك هذه المسافة أقدر أسميها بالساق. فإحنا كل اللي راح تتمحور عليه محاضرتنا لهذا اليوم هو حساب مقدار هذا التدلي أو الساق. The conductor suspended between two equal level support A and B. لنفرض حتى عندي هذا الشكل اللي أمامكم على جهة اليسار، عندي السبورت هو النقطة A والسبورت عند النقطة B. فلنفرض أن هذه السبورت كانت بنفس المستوى. The conductor is not fully stretched، مثل ما تشوفون ما مشدود بشكل كامل، but allowed to have a dip، عند فد عمق. The lowest point on the conductor is O، دائما أوطأ نقطة نسميها O واللي احنا نسميها clearance level. And the sag is S. هذا ال S يرمز إلى ال sag. The following points may be noted. لما عندي conductor معلق على two supports in equal level اللي راح ألاحظه هو الآتي. النقطة الأولى تقول when the conductor is suspended between two supports at the same level، لما يكونون بنفس المستوى، it takes the shape of canonically. However, if the sag is very small، إذا كان الساق قليل جدا compared to the span، بالمقارنة مع المسافة ما بين العمودين، هسه هذه A وهذه B، هذه اللي إذا أطلق عليها السبان، فإذا كان هذا الساق قليل then the sag span curve is like a parabola، راح يكون شكله يشبه القطع المكافئ. النقطة الثانية تقول the tension at any point on the conductor acts tangentially.
التنشن اللي موجود على هذا السبورت هنا واللي هو يمثل التي at أي نقطة at كل النقاط راح يكون تأثيره مماسي. Thus tension TO at the lowest point act horizontally. بينما عند النقطة O فقط T0 راح يكون بشكل أفقي وليس مماسي. الملاحظة الثالثة اللي نلاحظها إنه the horizontal component of tension is constant though the length of the wire. قيمة التنشن تكون ثابتة على كل الأفقية على كل الكوندكتر لأنه طول الواير يكون ثابت. الملاحظة الرابعة اللي نلاحظها إنه the tension at support is approximately equal to the horizontal tension acting at any point on the wire. Thus, if T is the tension at the support B, then T تساوي T naught. مثل ما قلت لكم إنه الشد at كل النقاط يكون متساوي فالT هو نفسه الT naught. هذه أهم الملاحظات أو النقاط اللي ألاحظها. Conductor sag and tension. This is an important consideration in the mechanical design. يعتبر حساب الساق من الاعتبارات المهمة لما يكون عندي mechanical design of overhead line. The conductor sag should be kept minimum. أنا عندي في التحدي يقول إنه لازم أنا أحاول أقلل هذا الساق إلى المينيمم in order to reduce the conductor material حتى أقلل من استخدام الماتيريال. Required and to avoid extra pull high. هذا أيضا لازم أفكر أنه ما تكون الأعمدة يعني عالية جدا for sufficient clearance between the ground and level. يعني هسه لو تجون هنا لو نفترض هذه هي السبورتس هذه هي الكوندكترز هذا مقدار الساق اللي عندي هذه المسافة اللي هي الساق لازم تكون أقل ما يمكن طبعا بس الكل تحافظ على شروط الأمان أكيد ليش لأن أنا ما أريد يصير عندي أعمدة very high حتى أحافظ على مسافة آمنة عن البيلدينج المباني تعرفون أنتوا إذا كنت أنا بمنطقة وهالمنطقة قد تكون يعني بها مباني فلازم أحافظ أنه أوطأ نقطة هذه تكون بعيدة عن المباني المجاورة لها طبعا هذا واحد من التحديات It's also desirable that أنه التنشن in the conductor should be low التنشن لازم يكون مو جدا عالي هذا التحدي الثاني To avoid the mechanical failure لأن أنا إذا انطيت تنشن عالي عند هاي الأطراف هذا راح يؤدي إلى أنه يؤدي فشل الربط الربط هنا يفشل of conductor to permit it useless strong support however low conductor tension and minimum sag are not possible إذن صعب أنه أنا أقدر أوجد في حالة optimum ما بين الساق القليل والتنشن الواطئ It is because low sag means low losses and loose wire and increased sag يعني واحدة عكس الثانية. Therefore, in a practical, a comparison made between them. لازم أوازن ما بين مقدار الشد إنه ما يكون جدا قوي عم ليس عندي mechanical failure وما يكون الساق جدا عالي على مود أتجنب يكون إنه طول العمود عالي وأكون سيف بعيدة بمأمن عن المباني المحيطة. Calculation of sag. بعد نتعرض من التحديات اللي تواجهنا خلينا نشوف إيش قد مقدار السيف tension وإيش قد يكون الultimate strength. If an overhead line standard practice to keep conductor tension less than 1500 لازم يكون أقل من 5% of its ultimate tensile strength. The minimum factor of safety factor in respect to conductor tension should be 2. إذا safety factor لازم تكون مقدار 2. عندنا طريقتين أو أسلوبين للحل. الأسلوب الأول لما تكون
support are at equal level لما تكون بنفس المستوى. والنوع الثاني للحسابات هو لما يكون support at unequal level لما يكون المستويات غير متساوي. When supports are at equal levels الحالة الأولى consider a conductor between two equivalent supports A and B with O as a lowest point. هذا الشكل اللي أمامكم support A support B وأوطأ نقطة هي O. It can be proved that the lowest point will be at the midspan. بما أنه الملاحظة الأولى اللي نلاحظها بما أنه support at equal level فأكيد أوطأ نقطة راح تكون بمنتصف المسافة. L مثل ما تشوفون هنا اللي هي length of span مقسمة إلى قسمين عند المنتصف هذه L over 2 وهذه L over 2. ال W هو الويت الوزن of the conductor وال T هو التنشن in the conductor. هذا T اللي تشوفوه أمامكم هذا T هو التنشن. Consider at a point P. خلينا نفترض أنه أكو نقطة تقع على السلك اسمها P. Taking the lowest point as an original. بالاعتماد أن نقطة O كرفرنس يعني بعد ما بين P و O هي المسافة الأوريجينال اللي راح نعتبرها X. Let the coordinate of P be X and Y. الأحداثيات النقطة P عن النقطة O المسافة الأفقية راح تكون X والمسافة العمودية راح تكون Y. Assuming that the curvature is so small إذا افترضنا أنه هذا المنحني أو الانحناء اللي هنا هي قليلة جدا إن أنت راح نفترضها كأنما هي نفس المسافة الأفقية يعني هذا الكيرفيتشر هو نص المسافة ف البروجيكشن OP هو راح يساوي X OP هذا المنحني هو كأنما نفس المسافة X فال W في ال X of conductor acting as a distance of X على 2 from O إذا افترضنا أنه بعد النقطة P هو X على 2 أوكي وافترضنا أنه الوزن مثل ما تشوفون هنا هو WX عند هاي النقطة WX التنشن acting at O التنشن هذا هو acting at O فرح نوازن رح بمعادلة العزوم equation of moment of the above two forces among point O إذا كان عندي هاي النقطة O فال T في ال Y ال T هذه ال T مثلا في ال Y اللي هي نفسها عند هاي النقطة ال T في ال Y اللي هي المسافة العمودية راح تساوي الوزن اللي هي WX هذا لهذه القوة عند هاي النقطة في المسافة اللي هي X over 2 هذه هي X over 2 فبعد ما أوازي هذه العزوم استخرج من عندها الواي مثل ما تشوفون اللي هي المسافة العمودية اللي هي نفسها similarity اللي هي نفسها الساق فراح تكون الواي تساوي W X تربيع على 2 T The maximum depth is represented by the value of Y at either the support of A or B يعني نفس الحسابات راح تصير إذا كانت من جهة السبورت A أو من جهة السبورت B فإذا كانت إذا أجلس أعوض هنا إذا كانت المسافة X هي L على 2 وإذا فرضنا أنه ال Y هو نفس الساق اللي هو ال S فأرجع أعوض بهذا القانون فراح تشوفون أنه الساق راح يساوي S تساوي W L على 2 الكل تربيع على 2 T وتساوي WL تربيع على 8 T وهذا هو القانون النهائي للساق بحالة الـ equal support
الجزء الثاني من حساباتنا للساق هو لمن when support are at an equal level، لما تكون السبورت ليست بمستوى واحد. In hilly area بالمناطق اللي بها تلال أو جبال مرتفعات، we generally come across conductors suspended between support are at an equal level، لما تكون عنده مستويات غير متساوية. A conductor suspended between two supports A and B which are at different level، the lowest point in the conductor would be O. فمثل ما تشوفون هذا الشكل الأمامكم، أوطأ نقطة هي O، لكن هالمرة النقطة O ما تقع بمنتصف المسافة. هاي ننتبه عليها. L هو الاسبان، مثل ما تشوفون هنا هذا L هو الاسبان of length. H هو الdifference between السبورت الأول والسبورت الثاني، يعني نقدر نقول هو S2 ناقصا S1. X1 هي الdistance of support at low level. بالنسبة لX1 هاي انتبه عليها دائما، هي المسافة ما بين أوطأ نقطة والسبورت A، يعني ثابتة X1 عن السبورت A وX2 هي عن السبورت B، من النقطة O إلى السبورت B. الT هو التنشن in the conductor والW is the weight per unit length of the conductor. بالاعتماد على قانون الساق اللي استنتجناه بالequal support رح نجي نحسبها بحالة unequal support. مثل ما عرفنا قلنا انه المسافة ما بين السبورت A وأوطأ نقطة هي X1، فتشوفون انه S1 اللي هو الساق اللي من جهة السبورت A راح تكون W X1 تربيع على 2T، بينما الساق من النقطة من السبورت B إلى النقطة O اللي هو اللي مثل S2 راح يكون نستخدم به المسافة اللي هي X2. X1 زائدا X2 دائما هي لازم مجموعهم يكون مجمل لسبان ما بين التو سبورت. هسه لو اجي احاول اوجد المسافة مقدار الفرق H اللي هو ما بين التو S1 وS2، فنشوف انه S2 ناقصا S1، اجي اضع هاي المعادلة واحد والمعادلة اثنين، اجي ابسط هاي المعادلات راح تصير انه ال W 2T X2 تربيع ناقصا X1 تربيع، يعني طلعنا ال W على 2T عامل مشترك. هذا المقدار راح احلله مثل ما تشوفون امامكم، حيصير X2 زائد X1 X2 ناقصا X1. من هاي المعادلة الستار نشوف انه ال X2 زائدا ال X1 هي L، X2 زائدا X1 هي L، فراح نعوض هذا ال L بمكان هذا المقدار ويبقى عندي مثل ما تشوفون بهذه المعادلة S2 ناقصا S1 تساوي WL على 2T X2 ناقصا X1. قلنا انه S2 ناقصا S1 هو نفس ال H، فبهالحالة نقدر نقول انه ال H راح تساوي هذا المقدار، او اقدر اوجد مقدار الفرق ما بين المسافتين اللي هو X2 ناقص X1 اذا كانت معلومة عندي، فراح تساوي 2TH على أوميجا L اللي هو الوزن في المسافة ما بين التو كوندكتر. وبهذا نقدر نحسب قانون الـ X1 مقدار المسافة بهذا القانون، والمسافة X2 أيضا أحسبها بهذا القانون إذا توفرت عندي الفرق ما بين S2 ناقصا S1 والتنشن ووزن الكوندكتر بالإضافة إلى المسافة between support between A and B. هذا شلون نحسب الـ X1 والـ X2 والـ H بحالة الـ unequal effect of wind and ice loading، تأثير الرياح والطبقة الجليد. The above formula
or sag are true only in still air. نلاحظ أنه المعادلات اللي أخذناها بحساب sag المضاد كلها تكون لما يكون الاير still هواء ماكو at normal temperature درجة حرارة اعتيادية when the conductor act weight only لما تكون أكو الويت الوزن هو القوة الوحيدة المؤثرة على الكوندكتر. However, in actual practice, بالحقيقة أو بالواقع العملي, a conductor may have an ice coating and simultaneously subjected to a wind pressure. يكون أكو أيضا ضغط هواء. فلنفرض إنه هذا هو الكوندكتر. حتكون عندي طبقة محيطة من الجليد. هذه هي الآيس. Coating, بالإضافة إلى الwind pressure. خلينا نشوف شلون تأثر هاي القوى الإضافية على الكوندكتر. The weight of ice act vertically downward. يعني إذا كان هذا هو الكوندكتر فراح تكون بالشكل عمودي إلى الأسفل. The same direction as the weight of conductor. بنفس اتجاه وزن الكوندكتر. فتنضاف له قوة إضافية. The force due to wind القوة الناتجة عن الهواء فراح تكون horizontally بشكل أفقي at right angle to the projected surface of the conductor. فنشوف أنه الهواء راح يمثل فت قوة أفقية على مساحة المسلطة أو مساحة اللي تواجه الكوندكتر. عليه فإن the total forces of on the conductor will be the sum vector of horizontal and vertical forces as shown. نشوف أنه المحصلة لهذه القوى هي راح تكون التأثير على الكوندكتر ال WT. هسه لو نجي نشوف شلون نحسب هاي القوانين فالتوتال ويت اوف كوندكتر هذا راح يكون قانونه مثل ما تشوفون بدل ما كنا نعوض W بقانون الساق هسه راح نعوض بعد WT بحالة وجود تأثير طبقة الجليد والهواء ال W هو الويت اوف كوندكتر بير يونت لينك قانون شنو الكوندكتر ماتيريال دنسيتي في الفوليوم بير يونت لينك اذا ما كان ناطيني الويت بشكل مباشر فاني اقدر احسب الويت بهذا القانون الوزن الطبقة الجليد بهالحالة ايش راح تكون حتكون الويت اوف ايس بير يونت لينك اللي هي الدنسيتي اوف ايس كثافة الجليد في الفوليوم اوف ايس بير يونت لينك الدنسيتي اوف ايس هاي طبعا احنا ناخذها من الجداول والفوليوم هو تم حسابه بعد حساب مساحة المقطع المظللة هاي اللي تشوفوها امامكم اخذ الفوليوم فقط لهذا الجزء فقانون راح يكون باي على 4 دي زائدا 2 تي الكل تربيع ناقصا دي تربيع في 1 بعد الاختصار راح يصير الدنسيتي اوف ايس راح يساوي في باي تي بين قوسين دي زائد تي حيث دي هو قطر الدايميتر والتي هي سمك طبقة الجليد اوكي هاي بالنسبة لل WR بالنسبة للويند فوزن او الضغط اللي دي يولد الويند فورسز الويند فورس بير يونت لينث راح تكون مقدار الويند بريشر فور يونت لينث في البروجكشن اريا بير يونت لينث وين البروجكشن اريا تطلع عن هذا الرسم هذه هي البروجكشن اريا المساحه اللي يتسلط عليها قوه الهواء فراح تصير الويند بريشر في دي زائد 2 تي في 1 هذا هو قانون الدبليو When the conductor has a wind
When the conductor has a wind and ice loading, the following note may be considered. النقطة الأولى تقول إنه the conductor set itself in a plane at an angle theta to the vertical, where إنه مقدار الزاوية theta راح تكون هي WW على W زائد WI. إحنا مثل ما شفنا بالفكتورز اللي رسمناها قبل شوية، هذه هي الدبليو تي، فالتان ثيتا هذه هي ثيتا، التان ثيتا هي هذه هي الدبليو دبليو المقابل على المجاور اللي هو دبليو زائد دبليو اي، فهذه هي تان ثيتا. الساق in the conductor is given by، الساق بهالحالة لما يكون عندي تأثير الويند والآيس قلنا راح يكون ال WT هي اللي راح تتعوض بمكان قيمة ال W. فال S represent the slant slack in the direction making angle theta to the vertical. If no specific motion is made in the problem, then slant slack is calculated by using the above formula. إذا ما كان أكو حركة، إذا أكو ما كان أكو حركة، فهذا هو راح يكون السلاج بهالحالة. بس إذا احتاجينا أنه نحسب الvertical slag بهالحالة راح يكون هو ال S في الكوساين ثيتا. بعد ما أحسب قيمة الكوس الساج أجي أحسب قيمة الثيتا من قانون هذا اللي حسبناه هنا، تان انفرس اقدر احصلها، واعوض قيمة الكوساين واحصل على الفيرتيكال ساق. لهنا طلاب تنتهي محاضرتنا، وان شاء الله بعد نكمل امثلة على هذا الموضوع، وشكرا لحسن اصغائكم.